واجواء واحتفالات جماهير النادي الاهلي. عايز اروح لمحمود وحيد. وحيد الف مبروك الاول، وبطوله غاليه، مشوار صعب، وبطوله من اصعب البطولات، ولكن النهارده الجماهير بتحتفل ولعبت النادي الاهلي بتحتفل ومراسم التتويج الغاليه. لحظه انت حلمت بيها كتير جدا مع النادي الاهلي. لا اقول مبروك لجماهير النادي الاهلي ومبروك للاعيبه والجهاز الفني وكله تعب الموسم ده، لان موسم طويل جدا، والحمد لله ربنا يعني كلف مجهودنا بالبطوله، وان شاء الله الفتره الجايه نقدر نركز في الكاس، واهم حاجه البطوله طبعا بطوله افريقيا كل تركيزنا فيه ان شاء الله. وحيد واحد من اللعيبه اللي ما تحسوش بعيد عن الملعب، يعني مهما يبعد مهما يعني تبقى مسافه طويله بيرجع اكن رجليه في الملعب، كان لسه بادئ ماتش، كان لسه لعب ماتش، رجليك قريبه من الملعب. والله الحمد لله الواحد اهم حاجه بيركز في تمرينه وفي المدرب اللي بيطلبه منه، والواحد بيقدر يعني يقدر يعمل ال 100% بتاعته. بس دور جماهير النادي الاهلي معاك يا محمود ومع كل لعيبه النادي الاهلي في عز الازمات في عز الصعاب، جماهير النادي الاهلي في ظهركم. والله الجماهير كل يعني على طول بيتكلموا في ظهرنا كويس، وعلى طول واقفين في ظهرنا، وان شاء الله يعني نقدر نفرحهم وناخد بطوله افريقيا. بس هو ده كل اللي في دماغنا. اخر كلمه تقولها للجماهير والبطوله الافريقيه زي ما قلنا الحلم الكبير، انت كواحد من الجماهير واحد من منتمين للنادي الاهلي. طبعا نفسي اننا كلنا نحقق البطوله، وان شاء الله نحققها. كل اللعيبه مركزه في البطوله دي، وان شاء الله هناخدها. وبقول لجماهير الاهلي مبروك الدوري، وان شاء الله نفرحكم في افريقيا ان شاء الله. اشكرك يا كابتن محمود حبيبي، تسلم كابتن ايمن.